لا 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 والله ولا متوقعها منك دكتور عدنان، مو هذا موجود أخي بالمواقع العزيز، أنت الرسمية. إذا لن يكن هناك في النص الحكومي انتخابات مبكرة نيابية، لن يكن بالإطلاق، أتحدى كل الحضور وكل الموجودين أن يأتي بنص مكتوب بهذا العنوان. فالبرنامج نعم كان البرنامج هناك إجراء الحكومي. انتخابات خلال، لا اسمحني انا مطلع على اخوان احد الذين كتبوا هذا. اسمعني عيني، أي. انا اقول لك بالشكل التالي، الاتفاق تم بالشكل التالي، ان تقوم الحكومه خلال سنه باجراء الانتخابات المجالس المحافظات. هذا تجاوز الرقم، يعني كان لازم من الشهر السادس تجري انتخابات. يعني ماكو بالنص الحكومه أجل. انتخابات نعم. مبكره ابدا، كل نص، لان هو رجل انتخب خليك ويا العناوين دكتور العامه عدنان، وليس جاء طارئ. خليك ويا دكتور عدنان. دكتور احسان، انت ليش تتبلع على الحكومه والبرنامج الحكومي وتقول اكو نص لانتخابات مبكره؟ لا ليش اتبلى الرجال؟ هو لا الرجال يقول لك انا شاركت، يقول انا مستعد شاركت في كتابه البرنامج انا الحكومي. ازود دكتور احسان، مستعد ازود دكتور احسان بالنص الكامل الحكومي عندي انا موجود. خلينا نسمع راي بالنص دكتور احسان. ليس دكتور في عدنان انتخابات مبكره اطلاقا. خلينا نشوف نعم دكتور اكو احسان. انتخابات مجالس المحافظات، نعم الزام الحكومه باجرائها خلال سنه من التأسيس، هذا موجود. نعم دكتور حسين، تدافع عن فكرتك؟ لا أنا بس جاي إذا تسمح لي يعني أستاذ نجم، وأعتذر أنه حضرتك تتحدث وجاي أقلب بالتليفون هذا، يعني بس أرجو حتى، لأن عندي البرنامج الحكومي بالتحديد الصفحة بالضبط على ما أتذكر هذا، وأنا عندي البرنامج الحكومي. أي. ثانياً في صفحة 27 من البرنامج الحكومي، هذا وأنا عندي البرنامج الحكومي. أقرأ اللي أقر وصوت عليه البرلمان. أي في ثانياً المحور التشريعي رقم 1-2، ما يهمنا، يهمنا رقم 3 بالضبط من ثانياً المحور التشريعي فقرة 3، تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام. هذا هو البرنامج الحكومي. ها دكتور عدنان حبيبي، هذا وينه؟ شو تقول استاذ نجم؟ هذا عدل ولن يقرأ، هذا عدل ولن يقرأ. أنا أعطيك النص الرئيسي وأنا مشرف وأنا مسؤول عن كلامي. هذا كلام كتب قبل أن هذا يتقدم مصوت، هذا البرنامج، هذا ليس مصوت عليه الحكومي. دكتور عدنان هذا من منهاج الحكومي، لا انعرض في، لن يصوت عليه الدستور. يا دكتور عدنان أنا صورة كاملة وكذا، لا دكتور عدنان أنا أدري بيك رجل موضوعي وتعرف هذا النشر في البرلمان، في منصة البرلمان، وأيضا النشر في منصة مكتب رئيس الوزراء. يا دكتور أستاذ أحسان، استاذ احسان، الانتخابات المبكره النيابيه لن يدعى لها في زمن السيد السوداني، لن يدعى لها ولن يكتب بها اصلا، يعني كتب بها كل احنا سمعنا يا دكتور عدنان، وهي كتبت عدل جاب النص. هذا نص هذا البرنامج الحكومي دكتور عدنان. الله يخليك، انا سمعتها بخطبه للسيد السوداني، هو أخي قال العزيز أنا مدى جادلك بقضية الرجل، أنا أزودك بنسخة يعني، لو عندي أنا نسخة أزودك بنسخة، ويطلع يم نجم يقول لي يا أبا أنا كنت صح، أنا أزودك بالنسخة دكتور عدنان، أنا أزودك بالنسخة. لا 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 والله ولا متوقعها منك دكتور عدنان، مو هذا موجود أخي العزيز الرسمية. شوف سيد العزيز، أخي العزيز، إذا كان السيد السوداني هو رئيس منتخب ل4 سنوات، على مال من يلزم نفسه بسنة؟ يعني الإطار كيف يلزم نفسه بانتخابات مبكرة؟ هل أنت تفكر بشكل عام؟ لا لا هو انتخابات لأربع سنوات، دكتور عدنان كيف يلزم ما لي نفسه علاقة برئاسة ما لي علاقة مبكرة؟ بالضبط أنا وياك، أنا لا لا أنا أسألك سؤال، هو انتخابات جرت، بس هو انتخابات جرت 4 سنوات، كيف يلزم نفسه بانتخابات مبكرة؟ أنت بس جاوبني، يعني شنو السبب لانتخابات مبكرة؟ هذا هي اتفاق سياسي، سنوات اتفاق سياسي دكتور عدنان، الله يخليك. نعم نعم كان هذا وحني، خلينا انا شارك دكتور عدنان، خلينا اشارككم بالحوار. انا ما اريد اناقشك، انا ناقش هذا الناس، انا ناقش ببرنامج حكومه تنتخب 4 سنوات يلزم نفسها بانتخابات مبكره. دكتور عدنان سؤال بصيغه اخرى. لا يا دكتور، لا دكتور احسان الله يخليك، حتى هذا موجود بالناس في مكتب رئيس احسان بالمنصه اللي قرر البرلمان. اي عيل استاذ نجم دكتور احسان، باجابه سريعه دكتور عدنان حتى ارجع لضيوفي.
ماذا لو كان هذا النص الذي يقول به دكتور إحسان حقيقيا ومصوت؟ ما اقول به، هو هذا موجود حقيقيا موجود ومصوت عليه بالبرنامج، ما تبلع الناس، ومضمن في البرنامج الحكومي وقد تم تجاهله من قبل الحكومة، انت ماذا تقول؟ شوف سيدي العزيز، اذا كانت الحكومة بهذا الشكل تلزم نفسها بانتخابات مبكرة خلال سنة، نعم، وبالتالي دون تغيير قانون ودون تغيير برامج، أنا ما أعتقد أنه اليوم أكو واحد عاقل يقبل على أي حكومة تشكل أن يلزم نفسه بانتخابات خلال سنة. زين، ماكو أي عاقل حتى الأطر السياسية ما تقبل هذا المعنى. خلينا أرجع، وبالتالي الحكومة الآن من تكلمت عن إنجازات حكومية، لن تتكلم عن انتخابات مبكرة أو تلزم نفسها بانتخابات مبكرة. طيب سلام، وبالتالي أنا أجد اليوم إذا أكو هذا النص بهذا الشكل، الحكومة هي اللي تجاوب مو أنا أجاوب. طيب ولا يمكن للإطار ولا يمكن للحكومة أن تلزم نفسها بهذا القرار.